هنتكلم النهارده ان شاء الله على 3 dimensional flow. اول حاجه كنا اتعاملنا معاها هي ال 1 dimensional، وقلنا ان الفلو احنا بندرس التغيرات بس اللي بتحصل في اتجاه الفلو نفسه، تمام، وعملنا اي تغير بيحصل في اي اتجاه تاني. بعد كده عرفنا ان في 2 dimensional effects نتيجه الباوندري لاير ونتيجه السوليديتي والكلام ده كله، ولقينا ان في تغيرات برضو بتحصل في الاتجاه ده، تمام، وعرفنا ان ممكن ساعتها الفلو ممكن ياخد زوايا مختلفة عن زوايا البليد وتأثير ده ازاي على الافيشنسي والكلام ده كله. ناقص هنا اتجاه بقى واحد ما اتكلمناش عنه، هو اتجاه الراديال، تمام. طب ايه سبب التغيرات اللي بتحصل في اتجاه الراديال؟ البليد ده وهو بيلف كده بالسرعة بتاعته اوميجا مثلا، احنا كنا دايما بنشتغل عند اليو عند المين سيكشن، كنا نقول كده اليو بتساوي باي في المين دايمتر ان على 60. طب دلوقتي لو انا نقلت عند سيكشن تاني غير المين هلاقي اليو بتختلف، يبقى انا لو رسمت مثلث السرعات كده مثلا، ده اليو ده سي واحد وده دبليو واحد، ده سي اتنين وده دبليو اتنين، اي حاجة هلاقي هنا اليو دي لو اختلفت، لو اليو مثلا زادت او قلت، فكل الزوايا دي هتتغير معاها، هنلاقي زوايا البليد اختلفت. هنلاقي اسف ان زوايا الفلو اختلفت، لما غيرت اليو زوايا الفلو اختلفت، ولما زوايا الفلو اختلفت لازم اغير معاها زوايا البليد، وبالتالي زوايا البليد هي ما بتبقاش ثابته، البليد ما بيبقاش ليه زاويه ثابته زي الرسمه دي، لا البليد في الحقيقه بيبقى تويستد، بلاقي ان البليد فيه تويست بالشكل ده، تمام، بلاقي البليد فيه تويست ليه؟ عشان يبقى كل سيكشن من البليد بيقابل الفلو مظبوط بالزوايا بتاعته. طيب التويست في البليد ده هل بيتعمل كده وخلاص، يعني بعمله بأي حاجة، ولا هو ليه قواعد معينة؟ يعني في قواعد معينة احنا بنمشي بيها، تمام، بس قبل ما نعرف القواعد دي لازم نتكلم على حاجة اسمها الراديال ايكوليبري. الراديال ايكوليبريم دي نظرية وليها شوية فروض كده، بعد كده احنا بتقدر انها تساعدنا بعد كده في ان احنا نقدر نعرف شكل التويست ده بيبقى عامل ازاي. طيب فاول فرضيه في الريديال اكويليبرا هو ان السي ار ايكوال زيرو، تمام، وطبعا احنا هنا هنتكلم على الاكسيال ماشينز بس، يعني الدراسه بتاعتنا ليميتد الاكسيال ماشينز. طيب الريديال فيلوسيتي ايكوال زيرو يعني ما عنديش سرعه في اتجاه الريديال، انا عندي تغير للسرعات في اتجاه الريديال ولكن انا ما عنديش مركبه سرعه في اتجاه الريديال، عشان كده احنا بنليمت بس الكلام بتاعنا على الاكسيال ماشينز. طبعا في الريديال ماشينز الكلام ده مش مظبوط، انما في الاكسيال ماشين فعلا انا ما عنديش كومبوننت في الاتجاه الريديال، او الكومبوننت ده ان كان موجود فهو صغير جدا واقدر اعتبره بزيرو. الاسامبشن التاني ان الفلو بتاعي فريكشنلس، ايزنتروبيك، تمام. طيب بناء على الفرضين دول بقدر اوصل لعلاقه بالشكل ده. طيب بنلاقي في ديريفيشن معين موجود في الكتاب وموجود برضه في المحاضرات، بعد ما بنمشي عليه بالفروض دي بنوصل لمعادله الريديال ايكوليبريم، بتطلع معادله بالشكل ده، تمام. بعد كده احنا بنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان احنا بنختار توزيع معين للسي يو او للتانجنشال فيلوسيتي، وبناء على التوزيع اللي احنا بنختاره بنقدر من خلال معادله الريديال ايكوليبريم نستنتج بقى الاكسل فيلوسيتي بتبقى عامله ازاي، وبهنا بيبقى معانا خلاص مثلث السرعات بشكل كامل. طيب في اول حاجه هنتكلم عنها، اول نوع هنتكلم عنه هو الاندايركت بروبلم. الاندايركت بروبلم يعني انا معايا التوزيع بتاع السرعات ولكن عايز اجيب الزوايا بتاعه البليد، تمام، العكس الدايركت بروبلم. الدايركت بروبلم يعني انا معايا توزيع للزوايا وبجيب منه السرعات. فالدايركت بروبلم فيه تو كيسز عندنا، اول كيس اسمها الفري فورتكس، تمام، الفري فورتكس دي توزيع السرعه فيها بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى سي يو بتساوي كونستانت هنسميه كي مثلا على ار، يبقى سي يو واحد بتساوي كي واحد على ار، وسي يو اتنين بتساوي كي 2 اوفر ار. يعني السي يو
بتتغير في اتجاه راديال بالعلاقة دي، تمام. ومن هنا هتلاقي ان CU، لو ضربت بقى CU في R هتلاقي ان CU واحد في R هب بتساوي CU واحد في R مين بتساوي CU واحد في R تيب. ونفس الكلام برضو دي CU اتنين، تمام. العلاقة دي ساعات بتبقى مهمة لان انت احيانا ما بيكونش معاك الراديوس ولكن بيبقى معاك النسب ما بينها، فانت من خلال النسب دي تقدر تجيب برضو النسب ما بين السرعات. يبقى اول حاجة في الفري فورتكس عرفناها التانجنشال فيلوسيتي بتبقى توزيعها عامل ازاي. طيب دي اول نقطة معانا. تاني نقطة هي الاكسيال فيلوسيتي. طيب الاكسيال فيلوسيتي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقي هنا لو جينا نعوض بمعادله السي يو اللي احنا افترضناها بتاعه الفري فورتكس، جينا نعوض بيها في معادله الريديال اكوليبريم، هنلاقي ان سي اكسيال واحد بتساوي كونستانت، يعني سي اكسيال واحد لا تعتمد على الريدياس وسي اكسيال اتنين برضو كونستانت لا يعتمد على الريدياس، يعني سي واحد بس او السي يو بس هي اللي بتتغير مع الريدياس. طيب بالنسبه للورك، تغير الورك بيبقى عامل ازاي؟ احنا عندنا الورك بتساوي يو في سي يو واحد ناقص سي يو اتنين. اليو بتساوي ايه؟ بتساوي اوميجا في الريديوس، يعني بتساوي كونستانت في الريديوس. والسي واحد بتساوي ايه؟ كي وان على الريديوس، وده كي تو اوفر الريديوس. هتلاقي هنا لما تضرب اليو في الكلام ده يطلع لك ان الدبليو ده هو الورك كونستانت، يعني الورك برضو لا يعتمد على الريديوس. اخر حاجة الديجري اوف رياكشن. الار بتساوي كام؟ واحد ماينس سي يو واحد زائد سي يو اتنين على اتنين يو. لما نعوض هنا بسي يو واحد وسي يو اتنين هيطلع لك ان الار بتساوي واحد ناقص كونستانت على ار سكوير، يعني ديجري اوف رياكشن بتتغير مع الراديوس. واخر حاجه طبعا دي ممكن تقولها في الاول، البليد سبيد. كده البليد سبيد بغض النظر عن الديزاين بتاعنا دايما البليد سبيد اليو بتساوي اوميجا في الراديوس، تمام. دايما البليد سبيد بتساوي كونستانت في الراديوس اللي هو طبعا روتيشنال سبيد. ومن هنا هتلاقي ان اليو هب على الراديوس هب بتساوي اليو مين على المين راديوس بتساوي اليو تيب على التيب راديوس، تمام. طبعا الهب ده اللي هو بداية البليد، والتيب اللي هو الطرف بتاع البليد، ومين هو المين راديوس، تمام. يبقى فري فورتكس ديزاين، احنا فري فورتكس ديزاين توزيع السرعات بتاعه بتاع سي واحد والسي اتنين بالشكل ده. لو تفتكروا كلمة فري فورتكس دي كنت خدتوها السنة اللي فاتت في البوتنشال فلو، وحتى انا فاكر كنت قلت ساعتها ان الكلمة دي هنقابلها بعد كده في التربو ماشينز، فلان توزيع السرعات ده هو نفسه توزيع السرعات بتاع الفورتكس اللي كنا خدناه، فعشان كده بيسموه فري فورتكس. طيب بالتالي فري فورتكس ده بيدي لك تويست معين للبليد، يعني لما انت تيجي تطبقه على البليد بتاعك، لو انت مثلا عملت الديزاين عند المين سيكشن بالوان دي وجيت بعد كده تشوف باقي السيكشنز هتبقى عامله ازاي عن طريق فري فورتكس، يدي لك تويست معين. طب ايه مميزات فري فورتكس او ايه اللي خلينا نلجأ لفري فورتكس؟ بنعرف هنا المميزات والعيوب. طيب مميزات الفري فورتكس انه ليه افشنسي عاليه نتيجه الورك كونستانت، يعني الورك ما بتغيرش من سيكشن للتاني، وبالتالي لو انت عملت ديزاين على الاوبتيمم ورك لمسدس السرعات زي الكيس مثلا بتاعه الاكسيال ليفنج فيلوسيتي، فانت الديزاين ده بتاعك هيفضل ثابت على السيكشن كله وبتاخد الاوبتيمم ورك، تمام. طب ده الميزه. طب ايه العيوب؟ اول حاجه ان الديجري اوف رياكشن مش كونستانت. طب دي مشكله في ايه؟ دلوقتي نفترض ان عندنا امبلس تيربين، يعني الديجري اوف رياكشن بتاعتها زيرو، هتيجي عند الهب هتلاقي ان الديجري اوف رياكشن بقت نيجاتيف. معنى كده ان الديجري اوف رياكشن نيجاتيف ان الروتور بتاعك بقى بيعمل ايه؟ بقى بيزود البريشر، بدل ما هو المفروض انه يحافظ على البريشر ثابت في حاله الامبلس او في الحاله الطبيعيه للتربين ان هو حتى يقلل البريشر، لا ده بقى يزود البريشر، بقى يشتغل زي الكمبريسور. والبريشر لما بيزيد على الفلو طبعا الفلو ما بيقابل ادفيرس بريشر جريدينت او بريشر متزايد عليه، ده بيزود السيباريشن ويزود اللوسز، فبالتالي بتلاقي ان حصلت مشكله في الديجري اوف رياكشن. المشكله دي تحديدا تحصل عند الهب، تمام، نتيجه ان الديجري اوف رياكشن عندك ما بقاش كونستانت. المشكله الثانيه ان الافشنسي بتاعته ده قليله بالنسبه للبامب كومبريسورز، بس احنا قلنا في الاول ان الافشنسي عاليه،
وهنا الافيشنسي قليله في حاله خاصه، الحاله دي هي حاله البامب كومبريسور اللي ليها بليدز طويله. المشكله بتحصل في ايه؟ ان انت لما يبقى عندك تويست جامد في البليد، تمام، هتلاقي مثلا انت عند المين سيكشن خلاص انت اوبتيمم وكل حاجه تمام مفيش مشكله، هتيجي بقى لو مشيت بالفري فورتكس عند الهاب سيكشن تلاقي حصل تويست جامد للبليد وبقى في ديفليكشن انجلز عاليه، يعني تلاقي الزوايا البليد عند الهاب سيكشن كبيره. بمعنى ان انا دلوقتي الاوتو ورك ايكوال يو دلتا سي يو، واحنا قلنا ان هو بيساوي كونستانت في الفري فورتكس، لما اليو تقل نتيجه ان انا بنزل عند الهاب سيكشن الدلتا سي يو يحصل لها ايه؟ تزيد عشان تفضل كونستانت، يعني دلتا سي يو يعني ديفليكشن انجل زادت. لما يحصل ديفليكشن كبير في الفلو، تمام، ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي طبعا الفلو سهل ان يحصل له سيباريشن، وتلاقي الحته عند الهب دي بقى فيها افيشنسي قليله. ولو البليد بتاعك طويل شويه بتلاقي ان المشكله دي بقت كبيره، بتلاقي ان الزوايا عند الهب فيها ديفليكشن كبير عن باقي البليد كله، فتلاقي ان الحته اللي عند الهب دي بقت الافيشنسي فيها قليله. فبالتالي دي عيوب في الفري فورتكس خليتهم يفكروا في نوع تاني من الفورتكس وهو السوليد فورتكس. او بنسميه برضو فورسيد فورتكس. طيب في الفورسيد فورتكس السي واحد بتساوي كونستانت كي واحد في الراديوس، والسي اتنين بتساوي كونستانت كي اتنين في الراديوس، تمام. يبقى اول حاجة دي اللي هي التانجنشال فيلوستي. طيب ليه سموها سوليد فورتكس برضو؟ لان السرعة التانجنشال بتساوي ايه؟ كونستانت في الريدياس، عامله زي الجسم السوليد. لو انت عندك جسم كده سوليد وبيلف بسرعه اوميجا، بتلاقي ان السي يو السرعه التانجنشال بتساوي اوميجا ار، زي سرعه البليد مثلا. فلما تخلي سرعه الفلو بقت بتتبع نفس العلاقه بتاعه السوليدز، عشان كده بيسموها السوليد فورتكس، انما التانية كانوا بيسموها الفري فورتكس. طيب دي كده التانجنشال فيلوستي، ناخد التانجنشال فيلوستي نعوض بيها في معادله الريديال ايكوليبريم يطلع لنا الاكسيال فيلوستي. طيب والاكسل فيلوستي هتبقى عامله ازاي؟ هنلاقي هنا سي اكسيال واحد سكوير على اتنين بتساوي بي واحد ناقص كي واحد ار سكوير، تمام. طبعا المعادله دي جت منين؟ جت من حل معادله الريديال ايكوليبريم بعد التعويض فيها بالسرعات دي. كي واحد هو نفس الكونستانت كي واحد بتاع التانجنشال فيلوستي، بي واحد ده كونستانت جديد. طب جه منين بي واحد ده؟ جه من التكامل، هي مش المعادله اللي فوق دي كانت معادله ديفرنشال، وبالتالي حلها بيطلع ايه؟ حل معادله ديفرنشال بيبقى فيه كونستانت، انت بتعمل فيه انتجريشن فبيبقى فيه كونستانت، فده ثابت التكامل. طب الثوابت دي بنجيبها منين؟ بنجيبها بالجيفن اللي في المساله، تمام، وهنشوف ازاي بنعمل الكلام ده. طيب ده كده عند واحد. طب عند اتنين سي اكسيال اتنين سكوير اوفر تو بتساوي كونستانت بي اتنين ثابت تكامل تاني ناقص كي واحد ماينس كي اتنين في الأوميجا اللي هي روتيشنال سبيد ناقص كي اتنين سكوير ار سكوير، يبقى الأوميجا دي هي الروتيشنال سبيد طبعا بالأنجلر فيلوستي. يعني بالراديان بير سكند، تمام. طيب يبقى كده الاكسيال فيلوستي. البليد فيلوستي طبعا البليد فيلوستي مش هتتاثر بالفورتكس، هي نفس الحاجه بالظبط. البليد فيلوستي يو بتساوي اوميجا ار، ما فيهاش اي تغيير. طب نيجي نشوف كده الورك، كان عندنا الورك بيساوي يو في سي يو واحد ناقص سي يو اتنين، هتلاقي اليو بتساوي اوميجا ار، والسي يو واحد والسي يو اتنين برضو بيتناسبوا مع ار، هتلاقي في الاخر ان الورك بيساوي كونستانت مضروب في ار سكوير. هنا هتلاقي الورك بقى يتغير مع ايه؟ مع الراديوس. طب نيجي نشوف الديجري اوف رياكشن، نشوفها صفحة جديدة. R equal واحد ماينس سي يو واحد زائد سي يو اتنين على
2 يو. والحقيقة أنا عندي تحفظ شوية إن أنا أكتب ديجري أوف رياكشن بالصيغة دي، لأن يعني دي صيغة الكيناماتيك ديجري أوف رياكشن اللي هي مش بتنفع غير في حالة إن السي أكسيال واحد بتساوي السي أكسيال 2، بس أنا عندي هنا ده ليه معادلة ودي ليه معادلة تانية خالص، وبالتالي المفروض ما ينفعش أكتب الديجري أوف رياكشن بالشكل ده، تمام؟ فده ممكن نعتبره ابروكسيميشن بس، يعني ده حاجة كده تقريبية عشان نعرف نجيب تقدير كده الديجري أوف رياكشن بيتغير إزاي مع اليو، تمام؟ طيب الديجري أوف رياكشن بيساوي الكلام ده اللي هتلاقي ان هو بيساوي كونستانت، لو جيت تعوض بيه سي واحد وسي اتنين بحالة السوليد فورتكس هتلاقي ان هو بيساوي كونستانت، يعني ديجري اوف رياكشن كونستانت. ونكتب هنا برضو بين القوسين نكتب ايه ابروكسيميشن عشان يبقى برضه فاكر، عشان دي حتى مكتوبة كمان في الكتاب، تبقى فاكر ان ده بس ابروكسيميشن عشان بس ايه نجيب بيه استيميت كده للديجري اوف رياكشن. طيب يبقى دي كده الخصائص بتاعة السوليد فورتكس. طب ايه المميزات والعيوب؟ يعني ايه اللي طلعنا بيه بقى من السوليد فورتكس؟ هتلاقي الموضوع عكس الفري فورتكس بالظبط، هتلاقي المميزات والعيوب بتاعة السوليد فورتكس هي عكس بالظبط الفري فورتكس. هتلاقي مميزات ان الديجري اوف رياكشن بقت يونيفورم، فكده اتحلت المشكله ان الديجري اوف رياكشن عندك ما بقاش فيها تغيرات كبيره، فتفضل دايما مظبوطه عند القيمه اللي انت عاوزها. تاني حاجه ان التويست بتاع البليد بقى اقل، فبالتالي الديفليكشن انجل عند الهب بتلاقي انها ما بقتش كبيره زي الفري فورتكس، وابتدى يحل المشكله اللي كانت بتحصل عند الهب. طبعا ديس ادفانتج ان هو يعني الافيشنسي بتاعته قليله نتيجه ان الورك بتاعه ان الورك نون يونيفورم، فبالتالي هو مش دايما مظبوط عند الاوبتيمم. لذلك السوليد فورتكس يعني ما يفضلش ان هو يستخدم الا في الحالات الخاصه دي، الحالات اللي انت عايز تحافظ فيها على الديجري اوف رياكشن، الحالات اللي انت مش عايز عندك فيها كومبريسور او بامب ليهم بليد طويله هتحصل مشكله عند الهب، فبالتالي انت مضطر تستخدم السوليد فورتكس. انما ان جنرال لو انت عايز افيشنسي عاليه وما عندكش مشاكل بتلجأ للفري فورتكس. طيب ناجي بقى للنوع التاني اللي هو الدايركت بروبلم. يبقى احنا كده عندنا حالتين في الاندايركت اللي هو الفري فورتكس والسوليد فورتكس. في الدايركت بروبلم احنا ما عندناش غير حاله واحده بس اللي هي الكونستانت سويرل انجل، او ساعات يسموها كونستانت نوزل انجل، تمام؟ في الحاله دي قلنا احنا بيبقى عندنا زاويه وبنجيب منها السرعات، يبقى احنا عندنا ان الفا واحد بتبقى كونستانت، نروح نعوض في معادله الريديال ايكوليبريم يطلع لنا من هنا ان سي واحد ار الار دي باور كوزين سكوير الفا واحد ايكوال كونستانت، تمام؟ طب دي معلومة عند واحد، فين اتنين؟ انا هنا عندي الكونستانت سويرلي انجل، او انا الانجل كونستانت عند الان. طب عند الاوتلت، فلازم في الحالة دي يديلك في مسألة معلومة تجيبها عند الاوتلت، تجيب بيها السرعة او الزاوية عند الاوتلت، فهو لازم في المسألة يكمل لك الحتة دي. قبل كده كان عندنا الفري فورتكس والسوليد فورتكس بنقول ان هما شغالين معانا عند واحد وعند اتنين، عند الانت والاوتلت، انما هنا ده الكونستانت بس الفا واحد، فلازم اتنين بقى يديك معلومة تانية تكمل بيها المسألة. في مسألة في الشيت عليها نبقى نشوفها. طب ايه هي مميزات والعيوب، ايه هي مميزات والعيوب بتاعه الكونستانت سويرل انجل؟ مميزات طبعا هو بس مش غير ميزه ان هو الستيتور بيبقى الانجل بتاعته كونستانت، فبالتالي بيبقى سهل شويه في التصنيع ويبقى التكلفه بتاعته قليله. ولكن عيوبه هو ان الافيشنسي بتاعته قليله. طبعا الافيشنسي بتاعته اسوأ من السوليد فورتكس والفري فورتكس، اللي انت ما اديتش اي مراعاه خالص لتغيرات او ما خلتش البليت الزوايا بتاعته تتظبط مع زوايا الفلو، تمام؟ فبالتالي طبعا الافيشنسي بتاعته بتبقى اقل من الفري فورتكس والسوليد فورتكس. معلش اقصد انه البليت طبعا الزوايا بتاعتها بتغير مع الفلو كل حاجه، بس اللي اقصده ان انت هنا لا حافظت على الورك ثابت ولا الديجري اوف رياكشن ثابت، يعني ما خدتش اي ميزه خالص، انت بس كل اللي عملته ان انت سهلت على نفسك التصنيع شويه، تمام؟ طيب ازاي بقى نحل المساله؟ لو احنا عندنا مساله، تمام، نفكر فيها ازاي. في مسألة بتبقى بسيطة جدا. أول حاجة هو بيديك سيكشن معين في المسألة بيبقى عندك عنه معلومات، عادة بيكون المين سيكشن ولكن ممكن يكون الهب أو التيب أو أي سيكشن. تعمل ايه؟ تحل المسألة 1D. طيب بعد ما احنا جبنا معلومات عند السيكشن اللي هو جيفن ورسمنا مسألة سرعته وكل حاجة، نعمل ايه؟ حسب بقى الديزاين المطلوب في المسألة نبدأ نستخدم الريليشنز اللي فاتت دي في ان احنا نعرف منها تغير السي واحد والسي اكسل
سي 1 والسي اكس عاملين ازاي مع الراديوس، ومنها نقدر نجيب السرعات عند اي راديوس تاني ونرسم مثلث السرعات. بمعنى لو احنا عندنا دلوقتي مثلا حاله فري فورتكس وكان عندنا معلومات عند المين سيكشن، فانا عارف الراديوس بتاع المين سيكشن وعارف السي 1، اقدر اجيب من هنا كونستانت كي 1، اجيب الكونستانت كي 2، الاكسل فيلوسيتي عارف ان سي اكسل 1 دي ثابته مش هتتغير مع الراديوس، كذلك سي اكسل 2. يبقى انا عرفت كده السرعات. طبعا اليو اللي هي بليد سبيد عارف ازاي بتتغير مع الراديوس، فبالتالي انا عرفت السرعات كلها عند باقي السكشنز كلها، وارسم مثلث السرعات واعمل كل حاجه. ونفس الكلام برضو في السوليد فورتكس. السوليد فورتكس هيبقى عندك سي 1، انت مثلا هيبقى عندك الزاويه الفا 1 تمام، وعندك مثلا سي 1، فتقدر تجيب الكونستانت ده تيجي مثلا عند اي راديوس تاني تمام، تجيب سي 1 الجديده وانت معاك الالفا 1، تعرف تجيب سي اكسل 1 سي يو 1. يبقى انت عرفت المعلومات عند 1، يبقى هو يديك معلومه تانية عند 2 تعرف ان انت تكمل بيها المساله وترسم المثلث. فهي مسائل سيستماتيك جدا وما فيهاش اي حاجه خالص. نبدا كده نبص على المسائل اللي في الشيت. طيب في مساله رقم 1 بيقول انا عندي سنجل ستيج اكسيال بامب، البليد هايت بتاعها 15 سنتي، الهاب تو تيب ريشيو كام 6 من 10، السبيد اوف روتيشن 750 ار بي ام، معايا البيتا 2، الفلو اكزيت انجل ات مين دايامتر، يعني عندي مين دايامتر عندي بيتا 2، عندي فلو كوفيشنت، وقال لي ما عنديش انلي جايد فينز تمام، وقال لي ان الديزاين بتاعي فري فورتكس. عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الزوايا عند الروت وعند التيب، وعايز يعرف شكل البليد عند الروت والتيب برضو. طيب انا المعلومات واضح انها عندي المين سيكشن، يبقى انا عندي بليد هايت بتساوي 15 سنتي، ده بيساوي كام؟ دي هاب بيساوي دي تيب ماينس دي هاب على 2. عندي معلومه تانية ان دي هاب على دي تيب ايكوال 6 من 10. يبقى من هنا اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب من هنا الراديوس بتاع الهاب والراديوس بتاع التيب وكمان الراديوس بتاع المين تمام. طيب بعد كده لازم ترسم مثلث السرعات عند المين سيكشن اللي هو ادالك المعلومه بتاع بيتا 2 عند المين سيكشن. انت عندك الار بي ام بتساوي 450، يبقى اقدر من هنا اجيب البليد سبيد عند المين سيكشن، يبقى ارسم كده اليو تمام عند المين سيكشن. طيب هو قال لك نو ان للجايد فينز، يعني الفلو داخل سي 1 داخل اكسيال، سي 1 داخله بالشكل ده. ادالك كمان الفلو كوفيشنت مين الفاي مين 4 من 10، يبقى انت معاك الاكسيال فيلوسيتي، يبقى انت معاك سي 1 الاكسيال فيلوسيتي دي معاك كده ايه دبليو 1. طبعا ده بامب والكونستانت اكسيال فيلوسيتي. انت عندك بيتا 2 ب 35 درجة، تيجي تقوم راسم كده دي دبليو 2 ودي كده تبقى سي 2. من المثلث ده تجيب ايه بقى؟ تجيب سي يو 1 سي اكسيال 1، تجيب سي يو 2 تجيب برضو سي اكسيال 2 تمام. طيب انت عارف ان ده فري فورتكس، يعني عارف ان سي يو 1 ايكوال كي 1 على الراديوس وسي يو 2 ايكوال كي 2 على الراديوس. من المين سيكشن انت عارف الراديوس معاك السي يو، تقدر تجيب الكونستانتس كي 1 وكي 2. طيب وعارف ايه كمان؟ عارف ان سي اكسيال 1 ايكوال كونستانت لا يعتمد على الراديوس، وسي اكسيال 2 برضو ايكوال كونستانت. يبقى انت هنا لو جيت عند الهب تقدر تجيب سي 1 عند الهب. ازاي؟ تاخد المعادله دي تعوض فيها بالار هب تمام، وتقدر تجيب سي 2 عند الهب، تقدر تجيب سي اكسيال 1 عند الهب، هو نفسه سي اكسيال 1 عند المين، سي اكسيال 2 عند الهب هي نفسها سي اكسيال 2 عند المين. اليو عند الهب هتساوي كام؟ هتساوي باي في الهب دايمتر ان على 60. يبقى معاك مثلث السرعات عند الهب، كذلك معاك مثلث السرعات عند التيب، ومعاك الزوايا وترسم شكل البليدز وكل حاجه تمام. يبقى دي مساله رقم 2. طيب نيجي مساله رقم 3، عندنا دي مساله على الكونستانت سويرل انجل. قال لنا انا عندي اكسيال جاستربن تمام،
الاكس جاست تربين دي فيها الفا واحد والفا اتنين وبيتا واحد بيتا اتنين جيفن، وادالي اليو بريفرنس سبيد، وادالي كمان الار مين على الار هاب. عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف ميتا واحد عند التيب والروت سيكشن، تمام، لكونستانت نوزل ديزاين. طيب انا عندي المين سيكشن، مين سيكشن عندي اليو هتساوي كام؟ 340 متر بير سكند. بقدر ارسم اليو بالشكل ده. الكلام ده طبعا عندي المين، عندي الزوايا كلها الفا واحد الفا اتنين بيتا واحد بيتا اتنين، يبقى ارسم كده سي واحد دبليو واحد، وارسم كمان سي اتنين دبليو اتنين، تمام، معايا اليو معايا الزوايا معايا كل حاجة عند المين سيكشن. طيب بعد كده نعمل ايه؟ هو عايز عند التيب والروت، الروت ده اللي هو الهب بالظبط، تمام. طيب هنيجي عند مثلا التيب سيكشن، عندنا المعادلة ان سي واحد ار باور كوزين سكوير الفا واحد بتساوي كونستانت، تمام، دي معادلة الكونستانت سول الانجل. يعني انا قلت ان سي واحد ار كوزين سكوير باور كوزين سكوير الفا واحد عند المين هتساوي ايه؟ سي واحد ار باور كوزين سكوير الفا واحد عند التب، تمام. طب عند المين انا عندي ايه؟ عندي ار مين على ار تب، دي عندي كاريشيو، تمام. هو اداني هنا ار مين على ار هاب، بس انت عارف ان ار مين بتساوي ار هاب بلس ار تيب على الاتنين. فانت لو قسمت الطرفين هنا على ار تيب يبقى ار مين على ار تيب هتساوي ار هاب على ار تيب. طيب يبقى نقسم المسألة دي، معلش، على نقسمها على ار هاب، تمام. يبقى عندي ده واحد زائد ار تيب على ار هاب على اتنين، تمام. انا عندي ده بكام؟ جيفن في السؤال هنا 1.164، يبقى اقدر اجيب ار تيب على ار هاب، تمام. بس انا عايز ايه؟ ار مين على ار تيب. طب اقسم دي تاني على ار تيب، يبقى عندي ار مين على ار تيب بتساوي ار هاب على ار تيب بلس واحد على اتنين. انا عندي ار تيب على ار هاب، اعوض هنا، جبت من هنا ايه؟ الريشيو بين ار مين على ار تيب، خلاص. فانا معايا الريشيو الار مين على ار تيب، الالفا واحد كونستانت لان كونستانت نوزل انجل، سي واحد اجيبها من المثلث بتاع المين، اقدر من هنا اجيب ايه؟ اجيب سي واحد تيب، وانا معايا الفا واحد لانها كونستانت كونستانت سول الانجل. طب اليو تيب بتساوي كام؟ عند اليو تيب على ار تيب ايكوال يو مين على ار مين، عندي برضو ريشيو بين ار تيب وار مين، اجيب يو تيب، يبقى تقدر ترسم كده يو تيب عند سي واحد كمقدار وزاوية، يبقى معايا كده دبليو واحد، يبقى دي الزاوية ايه؟ بيتا واحد. كده جبت البيتا واحد عند التيب، تكرر نفس الخطوات بالظبط وتجيب بيتا واحد عند الروت. بعد كده بيقول الورك كونستانت الونج ذا راديوس، هيساوي نفس الكلام عند الهب، هتساوي نفس الكلام ده بالظبط عند التيب، تمام. طيب دي معلومه عندنا، واحنا قلنا دايما في مسائل الكونستانت سول الانجل هديك معلومه تقدر تحسب بيها الحاجه عن السرعات عند اتنين، تمام. طيب انا عندي المين، عندي اليو، عندي السي واحد، تمام، وبالتالي هقدر اجيب عند الهب، عندي اليو طبعا عند الهب اقدر اجيبها، اقدر اجيب سي واتنين عند الهب، اقدر اجيب سي واتنين عند التيب. طيب قالك معلومة كمان ان سي اكسيال واحد ايكوال سي اكسيال اتنين ات اني سيكشن، يعني عند اي سيكشن السي اكسيال واحد عند السيكشن ده بتساوي سي اكسيال اتنين عند نفس السيكشن، تمام. يبقى انا عندي سي اكسيال واحد عند الهب، تمام، دي جيفن، دي انا جبتها خلاص، ما انا كنت جبت هنا جبت السي واحد ومعايا الالفا واحد،
فبالتالي سي اكسل واحد عند الهب دي معايا، يبقى هي بتساوي ايه؟ سي اكسل اتنين عند الهب. كذلك سي اكسل واحد عند التب بتساوي سي اكسل اتنين عند التب. بقى كده عند الهب والتب عند سي واحد، سي اكسل واحد عند سي واتنين، سي واتنين وعند اليو. يبقى اقدر اعمل ايه؟ اقدر ارسم مثلث السرعات عند الهب وعند التب. تمام. طبعا المسألة دي هو هنا قال لك ان الورك كونستانت بيحاول يخليها زي فري فورتكس، بس برضو هي مش هتطلع بنفس الافيشنسي بتاعة الفري فورتكس، لان ده هيطلع عندك على حساب حاجة تانية، ممكن تيجي على حساب بقى الديجري اوف رياكشن، جه على حساب التويست اللي بيحصل في البليد، يعني مش هيطلع افيشنت. برضو الموضوع مش هيطلع افيشنت زي ما انت بتعمل، زي ما احنا بنعمل الكونستانت ورك بتاع فري فورتكس. الفري فورتكس ده المفروض يعني هو الحاجة اللي ليها اعلى افيشنسي. طب مسألة رقم 4 بيقول عندك اكسل كومبريسور عند المين دايمتر جيفن المعلومات دي، عندك ديجري اوف رياكشن بنص، عندك البليد سبيد 200، الفلو كوفيشنت نص، البريشر ريشيو، الهاب تو تيب دايمتر ريشيو، والتوتال ان التمبريتشر 300 كلفن. عايز يعرف ايه الاكسيال فيلوسيتي ديستريبيوشن فور سوليد فورتكس ديزاين، عايز يعرف الفلو انجل والديجري اوف رياكشن عند الروت وعند التيب سيكشن، عايز يرسم البليدز، وقال لك عايز يحسب الماخ نمبر عند التيب، الريلاتيف ماخ نمبر، اسيوم ايزنتروبيك فلو. يعني هو في الاخر قال لك ان الفلو بتاعي ايزنتروبيك. طيب يبقى انا عندي الديجري اوف رياكشن اللي هي بتساوي 1 ماينس سي 1 بلس سي 2 على 2 يو، دي بتساوي هاف. عندي اليو بتساوي 200 متر بير سكند، عندي الفاي ايكوال هاف، طبعا هو قايل هاف متر، هي المفروض هاف بس. تمام. عندي ايه كمان؟ عندي الورك بتساوي السي بي تي نود في البريشر ريشيو باور كي ماينس 1 اوفر كي ناقص 1، لان هو قال لي ان ده ايزنتروبيك، بيساوي كام؟ يو في سي 2 ناقص سي 1. من معادله الورك مع معادله الديجري اوف رياكشن اقدر اجيب سي 1 واقدر اجيب سي يو 2، معايا فلو كوفيشنت، يبقى انا معايا مثلث السرعات عند المين سيكشن. طيب معايا اليومين، معايا سي يو واحد وسي يو اتنين، معايا الاكسل فيلوسيتي، يبقى المسافة دي كده معايا الاكسل فيلوسيتي، معايا السي يو واحد، يبقى امشي كده افقي واطلع اخبط، دي هتبقى سي اتنين معلش، يبقى دي كده سي اتنين ودي دبل اتنين، نفس الكلام امشي كده سي واحد واطلع، يبقى دي نقطة سي واحد ودي نقطة دبل واحد. يبقى كده معايا مثلث السرعات عند المين، ودي دايما اول خطوه بتبدا بيها في السيري دي. عايز يعرف الاكسيال فيلوسيتي ديستريبيوشن، يبقى نكتب معادله الاكسيال فيلوسيتي. المعادله دي كانت ايه؟ كانت سي اكسيال واحد بالنسبه لواحد، سي اكسيال واحد سكوير على الاتنين يساوي بي واحد ماينس اي واحد سكوير ار سكوير، وسي اكسيال اتنين سكوير على اتنين بتساوي بي اتنين بلس خلاش زي ما كنا ماشيين، طيب اجيب منين بقى الكونستانت دي؟ انا عندي سي واحد. طيب يبقى احنا قلنا عايزين نجيب الكونستانت، فتقول ان سي واحد بتساوي كي واحد ار، سي واتنين بتساوي كي اتنين ار. هتلاقي هنا مشكلة، المشكلة هنا ان انت مش عارف الراديوس، ده انت عارف بس الهب تو تيب دايمتر ريشيو، انما متعرفش الراديوس نفسه بكام، فانا مش عارف اعوض هنا عشان اجيب الكونستانت بتاعي. تمام. طب اعمل ايه؟ بالنسبة للسي واحد الموضوع سهل، ممكن اقول ان سي واحد على ار ده بتساوي كونستانت، معنى كده ان سي يو واحد هب على ار هب هتساوي سي يو واحد على مين على ار مين هتساوي سي يو اتنين هتساوي سي يو واحد تب على ار تب. تمام. طبعا معايا سي واحد
سي واحد مين معايا من المثلث، ومعايا الار مين، مش معايا الار مين بس معايا ايه، معايا الهب تو تيب دايمتر ريشيو، معايا ار هب على ار تيب ايكوال 0.6. من المعلومة دي تقدر تجيب ار مين على ار تيب، وتقدر تجيب ار مين على ار هب بنفس الطريقة اللي كنا عملناها المسألة اللي فاتت، ان ار مين بتساوي ار هب بلس ار تيب على الاتنين، مرة اقسم على المعادلة دي على ار تيب، مرة اقسم على ار هب، واجيب من هنا العلاقتين دول. تمام، فبالتالي انا معايا الريشيوز ما بين الدايمتر كلها، وانا معايا السي يو واحد مين، من هنا اقدر اجيب ايه، سي يو واحد تيب وسي يو واحد هب بنفس الطريقة بالظبط. عندي اتنين اقدر اجيب سي يو اتنين تيب سي يو اتنين هب. تمام، طيب هو السؤال اصلا كان بيسألني على ايه، على الاكسل فيلوستي. انا لحد دلوقتي الاكسل فيلوستي لسه ما جتش جنبها، هاجي عند الاكسل فيلوستي برضه انا معيش بي واحد ومعيش كي واحد، كل المشكلة دي جاية منين، ان انا ما عنديش الراديوس، فانا مش عارف اجيب الكونستنت. طب ازاي نخرج من المشكلة دي؟ لو انا جيت المعادلة بتاعت واحد، قلت سي اكسيال واحد سكوير على اتنين، تمام، وليكن مثلا ده عند التب هتساوي كام، هتساوي بي واحد ناقص كي واحد سكوير ار تيب سكوير، وهاجي اقول سي اكسيال واحد عند المين سكوير على اتنين ايكوال بي واحد ناقص كي واحد سكوير ار مين سكوير. اعمل ايه، اطرح المعادلتين دول من بعض، هتلاقي ان سي اكسيال واحد سكوير تيب ناقص سي اكسيال واحد مين سكوير على الاتنين، هتلاقي ايه اللي حصل، هتلاقي بي واحد راح مع بي اتنين، هتلاقي هنا كي واحد سكوير ار مين سكوير ناقص كي واحد سكوير ار تيب سكوير، ده اللي هو ايه، كي واحد ار مين، ده هو عبارة عن سي يو واحد مين، صح؟ لو حطيت هنا الار مين يطلع لك سي يو واحد مين، سي يو واحد مين سكوير ناقص سي يو واحد تيب سكوير. من المعادلة دي انت معاك سي اكسيال واحد مين، معاك سي يو واحد مين، معاك سي يو واحد تيب، جبتها من هنا تقدر تجيب سي اكسيال واحد تيب. نفس الطريقة دي هتكررها عند اتنين بنفس الطريقة بالظبط. طيب بعد ما جبنا سي اكسل واحد تيب، عايزين برضو نجيب سي اكسل اتنين تيب. تمام، فهنعمل نفس الحركة بالظبط، نكتب معادلة سي اكسل اتنين بتساوي بي اتنين بلس كي واحد ماينس كي اتنين اوميجا ماينس كي اتنين سكوير، الكلام ده مضروب في ار سكوير، يبقى لو خلينا دي ار تيب ادي سي اكسيال اتنين تيب. تمام، بعد كده نكتب نفس المعادلة دي للمين فيلوستي، سي اكسيال مين اتنين تبقى بالشكل ده، نفس الكلام نطرح سي اكسيال اتنين تيب ناقص سي اكسيال اتنين مين، فبي اتنين هتروح مع بي اتنين وتطلع معادلة بالشكل ده. طيب كي واحد في ار دي عبارة عن ايه، عبارة عن سي يو واحد تيب، وهيتبقى ار لما تتضرب في اوميجا، يبقى نقدر نكتب المعادلة سي اكسيال اتنين تيب ناقص سي اكسيال اتنين مين هتساوي، دي هتبقى سي يو واحد، عشان المعادلة دي مفروض تبقى ماشي، دي هتبقى صح كده، هتبقى سي يو واحد تب في يو تب ناقص سي يو اتنين تب في يو تب ناقص كام، سي يو اتنين تب سكوير، ناقص نفس الكلام ده بس لمين فيلوستي، يبقى سي يو واحد مين يو مين ناقص سي يو اتنين مين في يو مين ناقص سي يو اتنين مين سكوير. يبقى من هنا جبت سي اكسيال اتنين، طبعا سي اكسيال اتنين مين معاك، تقدر من هنا تجيب سي اكسيال اتنين تيب، بقى كده معاك ايه، معاك سي يو واحد سي اكسيال واحد
طبعا الكلام ده عند التيب، معاك برضو سي و2 عند التيب، معاك سي اكسيال 2 عند التيب، ان هي تقدر بقى تجيب كل المطالب اللي في المسألة. نرجع كده، طبعا انت جبت الاكسل فيلوسيتي ديستريبيوشن. طب هو لو عايز الديستريبيوشن فهو عايزه مع الار، يعني عايزه كحاجة جنرال مع الار، فانت هتشتغل بنفس الطريقة بالظبط، بس بدل ما كنت بتعوض بالار تيب هتعوض بار، ولما تضرب الار جوه بدل ما تبقى سي واحد تيب هتبقى سي واحد اللي هي عند اي سيكشن، وهطلعك في الاخر انها فانكشن، يعني هطلعك انها فانكشن في المين، في البارامترز بتاعت المين، وكمان فانكشن في الراديوس. هي بنفس الطريقة بالظبط. يبقى كده جبت الاكسل فيلوس ديستريبيوشن، تقدر تجيبه عند اي نقطة بنفس الطريقة. بعد كده عايز الفلو انجلز والديجري اوف رياكشن عند الروت والتيب سيكشن، طبعا بنفس الطريقة تعملها عند الهاب سيكشن وتجيب كل حاجة. عايز البليد، عايز الريلاتيف ماخ نمبر. نيجي طب نشوف ايه هو الريلاتيف ماخ نمبر. ريلاتيف ماخ نمبر عند التيب، طيب الريلاتيف ماخ نمبر، الماخ نمبر ريلاتيف بنديله رمز ام دبليو عشان على الريلاتيف فيلوسيتي، ده بتساوي ايه؟ بتساوي دبليو واحد على روت كي ار تي واحد، وده اللي هي ال تمبريتشر 300 كلفن. احنا عندنا سي بي تي نود واحد ايكوال سي بي تي واحد بلس سي وان سكوير اوفر تو. طبعا هتعوض هنا عند التيب عشان تجيب تمبريتشر عند التيب، يبقى جيت تي واحد عند التيب تمام. طبعا ما تغير السي، التي نود ثابته، انما ما تغير السي الستاتيك تمبريتشر بتتغير. ومن هنا تجيب ماخ واحد، الماخ ريلاتيف تيب هتساوي دبليو واحد تيب على روت كي ار تي واحد تيب تمام. هي مسألة بس طويلة شوية، ولكل اللي صعبها ان هو مش مديلك الراديوس، هو مديلك الراديوس ريشيو تمام. فانت كل اللي هتعمله ايه، ان انت هتحل المسألة بالطريقة دي تمام، انك تطرح الاكسل فيلوسيتي عند التيب ناقص المين، وتظبط المعادلة شوية لحد ما توصل في الاخر في فانكشن، والفانكشن دي هتبقى حاجة فانكشن في الراديوس. بعد كده لو طلب منك الديستريبيوشن بقى عند الهاب والتيب، خلاص اتعوض بقى بالريشيو بتاعة الهاب والتيب، وتبدأ ان انت تشتغل. فكده دي كده كل حاجة في ال 3 دي. هتلاقوا مسألة رقم 5 في الشيت، دي مسألة على حاجة اسمها جنرال فورتكس، الدكتور ما شرحهاش في المحاضرة، ما لقيتهاش في المحاضرات بتاعته، وهي كل سنة ما بتتشرحش أصلا وبتتلغي، فسؤال 5 ده كده ملناش دعوة بيه. طيب برضو ممكن نحاول نحل المطلوب ده زي ما هو عايزه، ان هو عايز حاجة جنرال تمام، عشان برضو الناس ما تتلخبطش لو حاولت تعمله لوحدها. ماشي، فهنكتب تاني المعادلة. المعادلة كانت بتقول ان سي اكسيال، طب كده دي معادلة جنرال تمام، اللي هي تنفع عند اي سيكشن، عند اي سيكشن عند ار. طيب سي اكسيال مين بتساوي، بتساوي بالشكل ده، وطبعا هي عند المين راديوس تمام. دي مفروض ماشي، هادي المفروض تبقى سكوير، سكوير اوفر تو يعني نفس الكلام. طيب نطرح المعادلتين من بعض، سي اكسيال 2 سكوير ناقص سي اكسيال 2 مين سكوير اوفر 2، طبعا بي 2 هتروح مع بي 2، هيطلع عندك معادلة بالشكل ده. طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ كي واحد ار سكوير اوميجا، دي عبارة عن سي يو واحد عند الريديوس اللي احنا شغالين المفروض يعني نشتغل عليه، مضروبة في يو ناقص سي يو اتنين برضو يو ناقص سي يو اتنين سكوير. الكلام ده ناقص ايه؟ سي يو واحد مين يو ناقص سي يو اتنين مين ناقص سي يو اتنين مين سكوير.
طيب الخطوة اللي بعد كده تعمل ايه؟ تعوض عن السي يو واحد بتساوي كام؟ المفروض السي يو واحد على ار ايكوال سي يو واحد مين على ار مين، كذلك السي يو اتنين على ار ايكوال سي يو اتنين مين على ار مين. تعوض عنهم في المعادلة دي فيطلع ان سي اكسيال تو سكوير ناقص سي اكسيال تو سكوير مين على اتنين بتساوي كام؟ سي يو واحد مين على ار مين، الكلام ده مضروب في يو ناقص سي يو اتنين، معلش ده هيبقى سي يو، ده هيبقى ار على ار مين في سي يو واحد مين. يعني انت تكتب بدلالة تكتب كل حاجة بدلالة المين، ناقص ار على ار مين في سي يو اتنين مين، الكلام ده مضروب في يو ناقص كام؟ ار على ار مين هول سكوير سي يو اتنين مين سكوير، ناقص الترم ده بقى ينزل زي ما هو. طيب فانت بقى كده عندك المعادلة كلها، طبعا اي حاجة عند المين دي عندك برقم انت جايبها من مثلث السرعات، تمام. فالمسألة كلها طلعت ايه؟ ان السي اكسيال اتنين فانكشن في ار على ار مين. يبقى وانس ان انت عرفت الراديوس ريشيو تقدر تجيب السي اكسيال اتنين، هو ده المطلوب اللي عايزه، هو ده الفاريشن اللي هو او الفانكشن اللي هو عاوزها اللي بتربط بين السي اكسيال اتنين وبين الراديوس ريشيو، تمام. ده كده المطلوب اللي هو عايزه بالظبط. يعني بعد كده انت خلاص جبت المعادلة، تعوض عن الريشيو بتاعة التيب بمرة الريشيو بتاعة الهب، بتجيب على طول الفلوستي من المعادلة دي. فانا حبيت برضو ان انا احلها بالظبط يعني زي ما هو طالب في السؤال. ممكن بس المعادلة دي يعني تظبطها شوية، لو فيها ترمات مثلا ممكن تجمعها مع بعض ولا حاجة يعني عشان نظبط شكل المعادلة شوية.